طيب نرجع تاني لمباراة الأهلي ومنتخب السويس. لو الأهلي النهارده كان يعاني إنه يوصل لمرمى منتخب السويس أو شباك منتخب السويس طوال المباراة حتى الدقيقة 86، فكان السبب في ده بصراحة حارس مرمى منتخب السويس، عمل مباراة كبيرة جدا كابتن محمود كوكو. يا كابتن محمود مشرفني ومنورني، بهنيك على أدائك وبهنيك على أداء الفريق بشكل عام النهارده. ازيك كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ ما كلمناش مع بعض من السنة اللي فاتت في نفس الوقت كده بعد ماتش فيوتشر. صح كده صح كده. أخبارك إيه؟ الحمد لله. النهارده تألق مرة أخرى وتألق رائع جدا ومميز جدا منك. الحمد لله. طبعا بشكر حضرتك طبعا، وفرصة إن أنا أشكر الجهاز الفني واللعيبة اللي قدموا مباراة كبيرة جدا وحاولوا يطلعوا كل حاجة عندهم، ما بخلوش عن إن هم يظهروا اسم نادي السويس بشكل جيد بشكل محترم قدام بطل أفريقيا وفي النادي الأهلي وفي أفضل حالاته ومستوياته يعني. أنا بقى مهدي، ده كان أول سؤال ليك. أنت دلوقتي بتلعب قدام بطل القارة الأفريقية، بتلعب اصلا قدام هداف البطوله اللي هو محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات في افضل احواله، باقي اللاعبين كلهم مميزين جدا، فين انا ما حسيتش حتى من اول دقيقه انك عندك رهبه؟ قال انا عارف ان انت خبراتك كبيره، بس برضو دول نجوم القاره الافريقيه دلوقتي، كان عندك صحيح. ثقه عظيمه جدا، ازاي حضرت لهذه المباراه؟ صحيح، الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله، احنا زي حضرتك الكابتن ميمي والجهاز المعاون كانوا محضرين الماتش كويس جدا، وفرجونا على الماتش وفرجونا على النادي الاهلي في الشكل بتاعي وفي الشكل الهجومي، وورونا نقاط القوه وضعف النادي الاهلي. لكن زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي مليان نجوم كلها مؤثره في كل الاتجاهات، سواء في نص الملعب او في الدفاع. اتفضل يا كابتن. الو، معاك كابتن محمود. اتفضل. معاك يا كابتن. بس زي ما حضرتك بتقول كده، النادي الاهلي بيلعب بخطوط كبيرة، عنده كهرباء، عنده بيرستا، وعنده حسين الشحات، مش عايز انسى اسامي، عنده محمد شريف، عنده ديانج، عند كل لعيبة في النادي الاهلي، هو في التوب فورم كمان بتاعهم، الناس لسه حاطين على دوري الابطال. كان ماتش كبير طبعا، واحنا كنا الحمد لله ان احنا حضرنا له كويس، وربنا اكرمنا قدرنا نعمل مباراة تليق باسم النادي يعني، لو كنا قدرنا نقدم حاجه للنادي يعني. مين اكتر لعيب في الاهلي النهارده كنت عامل حسابه وبتفكر فيه بشكل كبير؟ والله يعني السؤال ده انا سالته كذا مره، لكن والله كلهم لعيبه كبار زي ما حضرتك بتقول، لازم تبقى مركز مع الناس كلها. يعني لازم تبقى مركز مع الناس كلها، لان زي ما حضرتك شايف لعيبه كبار وفي احسن حالاتهم الفنيه والبدنيه، فلازم تكون مركز مع الناس كلها، لان لو اختصيت التركيز بحد ممكن الامور ما تبقاش كويسه ليك مع بعض اللاعبين التانيين في الملعب يعني. اتكلمت مع محمد الشناوي بعد نهايه المباراه؟ نعم. محمد شناوي اتكلمتوا مع بعض بعد نهايه المباراه؟ والله ما اتقابلنا قبل الماتش طبعا، وسلمنا على بعض وهنيته على دوري الابطال. المستر ميشيل وعلي لطفي ومصطفى شوبير كلهم اتكلموا معايا وقولي بعد الماتش، وكان لفته طيبه منهم جدا يعني، بشكرهم عليه. قالوا لك ايه؟ قالوا لي كانوا مبسوطين يعني، وقالوا لي ان انت قدمت مباراه كبيره وكده، وانا طبعا شكرتهم وباركت لهم على دوري الابطال طبعا. كابتن محمود كوكو حارس مرمى فريق منتخب السويس، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك مره اخرى على مستواك النهارده في المباراه وايضا مستوى فريق منتخب السويس بشكل عام.